نعم أستاذة غادة من القاهرة، تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ازاي حضرتك يا شيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. الحمد لله. انا دلوقتي متجوزه بقالي 20 سنه. طب ربنا يبارك. مشاكل ما بين زوجي واهلي من يوم ما اتجوزت. تمام. فدلوقتي هو كان بيوديني على فترات متقطعه بمشاكل برضو، وهو بيبقى متضايق وانا بروح وكده. فدلوقتي هو مانعني، يعني حلف عليا يمين طلاق ان انا لو رحت عند امي هكون طالق، يا اما عايزه اروح علشان ما يقطعش صله الرحم اروح واعيش مع امي على طول، هي اولى بيا. فدلوقتي مش عارفه اتصرف، انا معايا 3 ولاد. هو لو بيسمعنا اقول له ان اللي انت بتعمله ده حرام، لان دوت والعياذ بالله منع الناس ده امر بمعصيه، يعني اللي هو طالبه ده امر بمعصيه. ويبقى عندنا مسالتين، هو الذي فعله ده حلال ولا حرام؟ لا ده حرام. طيب انت تزوري امك ولا ما تزوريش امك؟ هتزوري امك، تزوري امك في فترات على اقصى تقدير تزوريها كل شهر مره، على اقصى تقدير، بس لازم تزوريها، لازم تزوريها. يعني ايه؟ هو مش من حقه ان هو يمنعك من زياره امك او ابوك. حتى احنا بنتكلم في مسألة بقية الأسر الإخوات هنتكلم فيها مسألة تانية، لكن احنا دلوقتي في زيارة الأم والأب ده جزء من بر الوالدين، مش من صلة الرحم، جزء من بر الوالدين. فلا يجوز ان هو يمنعك من بر الوالدين. بر الوالدين واجب وواجب شديد التأكيد، لا يستطيع الإنسان يخرج منه. يبقى إذن عليك ان انت تبري اهلك. طب وامره ليكي بمنعك ان انت تزوريهم؟ ده نوع من انواع حقوق الوالدين، فلا تستجيبي لده. طب ايه اللي حاصل عشان ما يحصلش مشاكل؟ انا بكلم زوجك دلوقتي عشان نبتعد غير المشاكل، ده مش من حقك، واتق الله سبحانه وتعالى. مفيش مبرر، انت الخلاف اللي بينك وبين اهلها انت ده خلاف انسان انت تحله، لكن ما تمنعهاش من زياره امها، لان دوت على المدى البعيد هيفسد العلاقه بينك وبينها، وهيؤثر تاثيرا سلبيا على اولادك كمان. انا كلمتك من ناحيتين، الناحيه الشرعيه لا يجوز، لان ده تعاون على الاثم والعدوان، فانت لا يجوز لك ان تمنع. امر الثاني ان ده اثره الاجتماعي والانساني عليه، على علاقتك بزوجتك وعلى علاقتك باولادك كمان، اثره سيء جدا جدا جدا.